الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. من ماء قدس كل حي يصنع ومحمد للماء فهو المنبع. سر الحياة محمد وله انتمت وتشرفت وله الفضيلة ترجع. والكائنات به استتم مدارها، مدارها وسطا فلا بطء ولا تتسرع، والدار كل الدار عبد محمد والعبد للمولى يلين. ويخشع إن الذي وطأ البساط بنعله في العرش جاز له علا يتربع، سبحانك اللهم ربي قلتها صدقا وغير ذوي الحجى. لا يسمع لا أرض لا قمر، ولا رفعت سما لا شمس، لا بدر منير يطلع إلا لفاطم والرسول وحيدر والشبرين برى البرايا المبدعون. صلى الإله عليهم وصلاتنا رفعت بهم، وبغيرهم لا ترفع. اللهم صل على محمد.
وهم الذين بحبهم وولائهم وولائهم لله مما نابنا نتضرع وهم وأيم الله حبل نجاتنا بالحقد ذاك الحبل راح يقطع فالمصطفى سما وفاطم عصرتين والمرتضى غدرين وعز المفجع والمجتبى الحسن الزكي ضحية للحقد راح وبالسهام يا يمام يودعون يا رسول الله ورزية كانت بعرصة كربلا فتعاظمت ولها الرزايا تخشع قتل الحسين وكل عين تدمع عمي عين ما تبكي عليك أبا عبد الله اي قتل الحسين وكل قيام يا حبيبي ايه يا البن يخشع ولصوت زينب رنة في كربلاء في كربلاء هي صم الصخور لها ولها تتصايا الدعايا قم يا ابن أمي فالأرامل روعت قم يا ابن أمي واليتامى روعوا وعليكم يرنو إلى خفراته أي حسرات قاد وبالسياط تقايا تقل يردون نسافر يا بايع دهلي ونخلي ها تنعون يلا شباب يلا يلا وينهم أبناء عبد الزهر الكعبي يلا حبيبي يلا هاي ليلة رسول الله يلا أصحاب الحاجات الصعبة يا رسول الله سجلهم في سجل الباكين والناعين تقل يردون نسافر يا بايع دهلي ونخلي يا ريت من قبل السفاير نقعد نواريك هذا لو داع يا ابن امين لاقي لا تقول خلتنا العزيز بلاية تغسيل خويا اتقل لا تقول خلوني ومشوا ما ودعاني ولا تقول زينب والحرام ما يحبوني حرمايا ما يلعين واليا ولاني اتقل اخويا يا
حسين طريت الزلم والخيل يا حسين يا دور على جسمك وين يا حبيبي وين ما ادور على جسمك وين ما وين وين ما وين اشر لي لو ان سالم باليدين ليش يا زينب يأشر ليك تقول لي يا أخويا أشر لي لو أن سالم باليدين ترى نفقد تشوف يا ضوى العين يا ضوى العين اي ترى نفقد تشوف يا قل ما هان لعبي زماني هان مان وليالينا المضن يا حسين اي هنيئا هذه العبرات هنيئا لكم احباب الحسين هنيئا لكم احباب رسول الله خويا لعبي زماني وهان مان هي خويا وليالينا المضن يا حسين ما ليالينا المضن يا حسين ما يا ابن امي علي فرقاك يا ابن امي علي فرقاك ما يا ابن امي علي فرقاك ما انا روح وجثتك فوق الوطي يا روح وجثتك فوق الوطي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون نسأل الله أن يعيد علينا هذا المجلس المبارك وهذه الوجوه الطيبة والمشاهدين والمستمعين جميعا لا فاقدين ولا مفقودين بحسن العاقبة ونسأل الله قضاء الحاجات وشفاء المرضى ونسأل الله أن يجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين ونسأل الله أن يمن علينا بالأمن والأمان يرحم شهداء الجيش والشرطة وشهداء العشائر الأخيار في الأنبار ويخذل أعداؤهم وينصرنا وإياكم عليهم إنه نعم المولى ونعم النصير لقضاء الحاجات وشفاء المرضى وهدية إلى روح سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا المصطفى محمد وولده الإمام الغريب المظلوم المسموم الإمام الرضا عطروا مجلسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد وظيفة الأنبياء وظيفة الأئمة وظيفة القادة هو الإصلاح في المجتمع الإصلاح لغة مناطة بلغة العقل لو تستطلع وتستقرأ تاريخ نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وتواريخ القادة الأئمة المعصومين الاثني عشر راح تشوف ما في إمام واحد لا ينادي بلغة الإصلاح العقلي إن صحت الكلمة
يريدون الإصلاح. شعار أبي عبد الله الحسين: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت في طلب لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. إذن أساس من أسس الإصلاح هو الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. الأمر بالمعروف النهي عن المنكر يروق للإنسان الإنسان، ولكن لا يروق للإنسان الحيوان. أجلكم الله، إذا واحد يسأل يقول أكو إنسان إنسان أكو إنسان حيوان، أقول لك نعم، الإنسان الإنسان ذلك الذي يتصرف بحكمة العقل بغض النظر عن تصنيفات العقل. يعبر الإمام يروم يقول: رأيت العقل عقلين فمسموع ومطبوع. علماء يقولون عقل فطري عقل اكتسابي، هسه مو يم تصنيفات العقل، ذاك بحث يم خاص مو يم معنا. الإنسان الإنسان الذي يتبع لغة العقل، الإنسان الحيوان أجلكم الله الذي يتبع لغة النفس. النفس هم بها تصنيفات، النفس اللوامة والنفس الأمارة والنفس المطمئنة، هم بحث مفصل إحنا مو يمه، لكن القرآن الكريم حمل المعنى للنفس على الظاهر. قال تعالى: وما أبرئ نفسي، في سورة يوسف عن لسان النبي يوسف عليه وعلى نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، قال: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. إذن النفس تأمر بالسوء. القرآن الكريم يقول أكو إنسان إنسان أكو إنسان حيوان، الإنسان والحيوان أجلكم الله اللي يتبع النفس. القرآن يقول عليه حيوان، مو أنا أقول، اللي يتبعون الشهوات واللذائذ والرغبات. قال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. يقول هذول اللي يتبعون الشهوات والغرائز والرغبات، يقول هذول أحط من البهائم، أضل من البهائم. زين، وهنا تكمن وظيفة النبي، يدلين على طريق الإنسانية. المرحوم السيد عبد الكريم الحائري رضوان الله تعالى عليه، السيد عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم المقدسة، المرحوم السيد عبد الكريم الحائري وصل إلى درجة الاجتهاد. أهل البيت هم هيك يعلمونه، يقولون أنتوا البشر، أنتوا الإنسان بني البشر، تقدر كل شيء تصير، تقدر تصير دكتور بروفيسور في اختصاصك في مجالك، تقدر تصير من أروع خطباء العالم يشار لك بالبنان، تقدر تصير أفضل قانوني، أفضل قاضي، أفضل محامي، تقدر تصير أكبر مهندس، تقدر تصير أكبر قائد عسكري، تقدر تصير رئيس وزراء، تقدر تصير أي شيء بسهولة، ولكن بصعوبة أن تصير إنسان. آدمي، الآدمية صعبة، إنسان، الإنسانية صعبة. المرحوم السيد عبد الكريم الحائري مرجع تقليد، ملايين الشيعة يقلدوا إمام أمة، لما قالوا له: أنت آلت إليك أمور المرجعية، شال إيديك، قال له: ربي أنت وهبتني هذه الكرامة وخليتني مرجع تقليد، إلهي أقسم عليك بمحمد وآل محمد أن تجعلني آدميا، أن تجعلني إنسانا، أنت سويتني مرجع، أنا أشكر فضلك، ولكن مع هالنعمة، أنت نعمك كثيرة، كلل لي إياها بالإنسانية بالآدمية. الإنسانية هي إنسانية نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله اللي ذكرناها في البارحة، الذي أنصف الأمة بالعقل وخاطبهم على قدر عقولهم وتحدث معهم بلغة المنطق وبقوة المنطق لا بمنطق القوة. هم أكو حوزويين في مجلسكم يعرفون أنا شنو أحكي، في الأصول هذه المعادلة موجودة، بقوة المنطق تكلم معهم وحصل نتيجة. نعم حصل نتيجة. ما عدنا في ديننا لغة قتل وإرهاب وذبح، ما عدنا في ديننا تلزم راس بني آدم تخليه قدامك تدحرج بيه مثل كرة القدم تلعب بيه بالشارع، ما عدنا في ديننا تنتهك الحرمات وتستباح الأعراض. يوم بدر، يوم أحد عفوا، ذكرت لكم البارحة لما وقع عبد الله ابن مسعود، عفوا لما وقع أبو جهل وراح لعبد الله ابن مسعود، أبو جهل طلب وصية ميت، عبد الله ابن مسعود نفذ له وصية الميت من جانب، من جانب آخر كان صدره مملوء غل من هذا الرجل الوضيع أجلكم الله، لأنه ملعون من أعداء الدين. إجا علي
لما قيل باختصار يا ابن مسعود لقد سقط أبي جهل وهو يفحص برجله الأرض، إجا وضع ركبتيه على صدر أبي جهل، فتح عيون أبو جهل قال له يا ابن رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقا صعبا، قال لقد أعزني الله بالإسلام وأذلك بالشرك يا عدو الله. قال لمن الغلبة وعلى من الدائرة؟ قال الغلبة لله ولرسوله وللمؤمنين، والدائرة عليك وعلى قومك يا عدو الله. قال يا ابن مسعود هزمت قريش؟ قال بلى. طلب الميت شنو؟ إن هزمت قريش عجل بقطع رأسي وارفعه على رأس رمح وطف به حول المعسكر حتى تعلم قريش أنني مت على دين الصنم. عقيدة فاسدة، لكن العقيدة مبدأ غالي عند كل إنسان، عقيدة غالية، لكن العقيدة الحقة تزيدك رسوخ تتجذر في نفسك إخواني. وإجي يربطه بخيط، ربط رأس عبد الله بن مسعود، ربط رأس أبو جهل بخيط وإجي يسحبه بالساحة، وطلع رسول الله صاح يا ابن مسعود أو نزعت الرحمة من قلبك؟ وهو عدوه وهو كافر وهو مشرك يعبد صنم ومجيش الرأي العام على رسول الله ومهدده ذاك اليوم، وهو باعتبار النبي معارضة وهو قوة وحكومة ودولة دولة ذاك اليوم آل أبي سفيان، وفرد شيء طويل عريض استأنم يمه. لكن مع هذا وصايا رسول الله لما يدخل الجيش الفاتح، لا تجهزوا على جريح، إذا تشوفون واحد جريح عدوكم لكن لا تجهزون عليه. هسه الآن الجماعة ما أعرف منين جاي يجيبون فتواهم، قتل، ذبح، بطش، تنكيل، إرهاصات، هتك أعراض الآن سووا. بس هو أبناء القوم ترى الآن تدري الإرهاب اللي صدرته بعض دول المحيط الإقليمي، وقلت لكم إن شاء الله على الدوائر تدور على من أسسها إن شاء الله، مو قلت لك إحنا والله مبغوتين العراقيين، عدنا يمنا ويسرى، بس ما أذانا واحد وربح يشهد الله، وإن شاء الله يجي يوم من الأيام، اللهم لا شماتة، يجيهم يوم، تجيهم ساعة، يعني هذول دي يصدرون الإرهاب وشيوخ التكفير وشيوخ الفتنة قاعدين، لكن للأسف بعض النفوس الضعيفة على حساب المزايدات والمحاصصات والدعايات الانتخابية يؤيدون الباطل على الحق، يؤيدون الباطل على الحق. وإلا فسر لي شنو معنى استقالة نواب العراقية؟ هسه هم ما زاد حنون في الإسلام خردلة، ولا النصارى لهم شغل بحنوني، ما يأثرون، والله نشكر الله على استقالتهم، ويا ريت يعني يا ريت دوم يعني نزعلهم، والمفروض يعني الحكومة من زمان تشد مكاينها عليهم وتخليهم يستقيلون، لكن شنو الداعي يعني؟ الآن تصورون يعني إخواننا السنة، مو ترى القضية مو قضية طائفية، يعني الحرب الآن اللي جي تخوضها الحكومة العراقية والأشراف من أبناء العشائر ترى مو حرب طائفية، لا تصورون طائفية، بالعكس، والدليل تلقي الشيعي إلى جنب السني قاتلون بصف واحد وتمتزج الدماء بالدماء. هو لو يفهمون ذول النواب اللي انسحبوا وشاه نظره والنظره البعيده هي العمليه ثار القائد محمد الكروي، منو هذا العميد محمد رضوان الله عليه الله يرحمه، منين شيعي؟ لا هي احنا مو باللغه الطائفيه، لكن الشيعة فزعوا على منو؟ فزعوا الجيش اللي بشيعة وسنة ومسيح وكرد وغيرهم ويزيديين واقليات واكثريه، هذول على منو فزعوا؟ فزعوا غير ياخذوا على وجه التحديد هذا الوتر اللي جاي تلعب عليه السعوديه وغير السعوديه، خلينا نطقها مثل ما هي، السعودية وقطر تلعب على وتر الطائفية بالعراق لولا محمد الكروي، منين؟ سني اللي انقتل من أجله منه؟ شيعة لو مو شيعة؟ لحد اليوم تسعة من قوة سوات من أبنائنا الشيعة من الكوت من هالمحافظة العظيمة قدمت تسع شهداء من قوة سوات هناك بالرمادي، على منو ذولا رايحين يقاتلون القاعدة والوهابيين؟ على إيش؟ الشيعي يثأر للسني، هذا دليل على اللحمة والنسيج الاجتماعي، فأرجو ترك النقاط فارغة إخواني، لن نعطي مجال الأحد يتحدث بنفس طائفي. الآن المعركة اللي جاي نخوضها ترى إحنا معركة مو سهلة، والصراع جسيم وصراع مشاركة بدول محيط، وإن شاء الله تندار عليهم بحق الحسين على الله، تندار عليهم ويشربون يوما ما من نفس الكاس اللي الآن جاي يشربونه من عنده. الآن أرجع إلى المغرر بهم، يزيد ابن معاوية في واقعة الحرة تدريش كم عرض استباح؟ أكثر من 2000 ولد زنا ولدوا. الآن تدري أكو بعض أولاد بالرمادي بالمئات ما عندهم جناسي، ما يعرفون أبوهم منو؟ ليش؟ لأن الهوس على منصات الاحتصام، إحنا تنظيم وسمنا القاعدة اللي زموا مثل الجريذ وحطوا البسطال على حلقة وعوجوه، هذا الهوس وقومه يجون الأعراض الرمادي. ليش ترى أهل الرمادي الأشراف جاي يستغيثون بالحكومة؟
هذا الهوس على منصات الاعتصام يجون لك، لا عندك بنت، إذا عندك أخت بيتك تعال جيبها، رضيت رضيت، ما رضيت يذبحوك مثل ذبح الكبش ويأخذون عرضك. إذن القوم أبناء القوم لو لا، هذول أولاد يزيد لو لا، مو هذول كأنهم مخابيل اللي حيت عاليهم زين شواربهم زين أقرع ودش داشتري هنا وما عارف إيش. هذول تدري من يستندون إليها فتوى؟ المرشد الروحي مالتهم الباغية ساجدة عبيد المطربة، تعرفوها؟ والله بالعافية عليهم. بس أقلها إحنا لما نقاتل أكو عندنا مرجعيات شيعية ومرجعيات سنية، وجاي تطينا الدليل وتقول روحوا خلص عالجوا موقفكم وخلي البلد يصير آمن. لكن ذول فتاواهم بالإضافة للعرعور بن عثيمين وغيرهم هشتولات، تدري من يأخذون؟ ساجد عبيد. تحشم بيهم والله على أساسية عربية، تقولهم يلا شرفي من شرفكم وشرفكم من شرفي والنعم من شرفش. هم هم يأخذون تحية لشرفك، ليش؟ يعني يختبسون من عند يستلهمون من عند اللي جاي يسوون بيه. اي والله المرشد الروحي يبيح لهم قتل الدماء، مو لها مقاطع على اليوتيوب تدخل صدام ورحلت اللعنة الله عليك وعلى صدام وعلى والديك وعلى والدين صدام. بس هم يقولوا ليش شتم؟ شلون ما شتم؟ يعني اذا ما شتم انضرب جلطة، توهم سامحوني يعني ما اتحمل يا اخي، والله مصيبة هاي. صدام طلعت تنعى على صدام والان توقف قبال تنظيم القاعدة تقولهم شرفكم شرفي وشرفي شرفكم، لعنة الله عليك وطاح حظك وحظ شرفك. وهذول المرشد الروحي، بينما رسول الله أخبرنا عن صفات الوهابية. استقل لي من كتب الشيعة؟ أقول لك لا، مو من كتب الشيعة، من كتب العامة، كبار علماء العامة. والآن مجلسنا جاي يبث على 5 قارات والعالم يسمعني، واللي يريد يتأكد من صحة كلامي حضر ورقة وقلم. رسول الله ساجد عبيد يقول لهم شرفي ولا وجه مقارنة. رسول الله صلى الله عليه وآله، أول مرة أنطي المصادر، أولاً البخاري في كتاب بدء الخلق، صحيح البخاري اللي ما يختلف على عدالة 2 من عندهم، في كتاب بدء الخلق في باب علامة النبوة. المصدر الثاني النسائي في خصائصه، خصائص النسائي صفحة 43 وصفحة 44. 3 صحيح مسلم، هم اللي ما يختلفون على عدالة 2، صحيح مسلم في كتاب الزكاة في باب التحذير من زينة الدنيا. 4 أحمد في مسنده، الإمام أحمد في كتاب مسند أحمد صفحة 87، صفحة 88، صفحة 91. 5 هاي 5 مصادر ابن ماجه من كبار علمائهم في صحيحه في باب ذكر الخوارج. اسمع الحديث، يقول عن أبي سعيد الخدري عن ابن عباس قال: بينما كان النبي صلى الله عليه وآله يقسم غنائم هوزان يوم حنين، معركة حنين، غنائم لقبيلة هوزان صار يقسمهن النبي صلى الله عليه وآله، فجاءه رجل من تميم مقلص الثياب، ثيابك صيرة مثل هالشجولات لهنا، مقصر الثياب، بين عينيه أثر سجود، مو تشاو قصته مو الحديث هم إلى بقية، هاي شويت القصة هواي بها سوالف، خل أعبرها لأنه وقتي ما أريد يضايقني. يقول بين عينيه أثر سجود، وقف أمام رسول الله وقال: اعدل يا محمد. النبي صلى الله عليه وآله غضب وقال له: ويلك، من يعدل إذا أنا لم أعدل؟ ثم قال: قد خبثت وخسرت إن لم أكن أعدل. هذا رسول الله. ثم قال ابن عباس يسولف، وهاي الكتب الخمسة من كتب إخواننا السنة ذين تنقلها، ومن الكبار بخاري ومسلم ذولا أعلام. يقول ثم قال: يوشك أن يأتي زمان فيه قوم مثل هذا يحسنون القيل ويسيئون الفعل. من يقعد العرعور يصفط سوالف تقول هذا إمام الأمة، لكن بالفعل هو عايش على ماء الرجال والنعم، لأنه المرشد ما تساجد عبيد. يحسنون القيل ويسيئون الفعل، هم شرار الخلق والخليقة، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه بشيء، يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، الكلمة ما تصل البلعومة، يحسبونه لهم وهو عليهم. هذا كلام رسول الله وكتب أهل السنة والجماعة تقول، يحسبون القرآن يعني يحسبونه لهم وهو عليهم، ليس قرآنهم إلى قرآنكم في شيء،
ولا صلاتهم إلى صلاتكم بشيء، ولا صيامهم إلى صيامكم بشيء، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، محلقين رؤوسهم وشواربهم وآزارهم إلى أنصاف سيقانهم. هاي الدشاديش اللي قصيرة مو القلبيات المقلمة اللي يلبسوها، شايفيهم بالسعودية ذولا وكل واحد كأنه مسودا، ماكم قلبيات مقلمة المخابيل زين، وآزارهم إلى أنصاف سيقانهم يقتلون، هنا الشاهد يقتلون أهل الإسلام. تذكرون اللعين اللي إلى فيديو على اليوتيوب وصاحب سوريا نحرناه ونحرنا ولده، سود الله وجهك ولك بأي ذريعة بأي قانون؟ لكن اليوم من شفت الفيديو ما ساجد عبيد عذرتهم، إمامهم ساجد عبيد، ويوم ندعو كل أناس بإمامهم، شرف من شرفه وشرفه من شرفهم. زين، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ثم يسألوا للنبي صلى الله عليه وآله يقولوا له يا رسول الله ذولا إذا أدركناهم شنو نسوي؟ يقول لنا أنا رسول الله، طبعا البخاري إلى تبويبة علامة شوية خليها بين هلالين جدا راقية، يقول بالعلامة البخاري راجعوا الكتب اللي أنا أنطيتكم مصادرها، يقول ثم طالبنا رسول الله بقتالهم. يا إخواني، يا من غرر بكم، يا شرفاء العالم، بين قوسين والبخاري يقول ثم طالبنا رسول الله، ده يطلب من عدنا ولا اجتهاد مقابل النص، ثم طالبنا رسول الله بقتالهم، يقول قالوا له إذا شفناهم شو نسوي؟ فقال صلى الله عليه وآله فمن لقيهم فليقاتلهم، فمن قتلهم فله أفضل الأجر، ومن قتلوه فله الشهادة. مواصفاتهم ونعوتهم وسوالفهم وخرابيطهم وأشكالهم وصفها النبي ولا من كتب أهل السنة مو من كتبنا؟ زين، أمرنا النبي صلى الله عليه وآله بقتالهم لولا؟ زين، اللي انسحبتوا من البرلمان يحسبوا حسابكم، انتوا جاي تناصروا من تناصروا لرسول الله لو الناس اللي وضع عليهم علامة استفهام؟ كل من خي يعرف روحه مو ينبع. زين، ولهذا انتفض الشريف سني شيعي، ماكو فرق السني. أنا البارحة قلت لكم احنا خال وابن اخت، ايش كم سني متزوج شيعية وايش كم شيعي متزوج سنية؟ ولهذا الدماء صارت مزيج، مو للدفاع عن المظلومين. نقيب منا أنا سني، مو اسمه خالد السعدون، مو منا من عندكم من الكوت، نقيب خالد السعدون سني الرجل. دماء اختلطت بدماء الشرط اللي يشتغل ويا رائد الكظماوي، هذا شيعي هذا سني. إذن أكو فرق؟ إذن أروع ملحمة يجسدها صراع الحق والباطل أنا اللي ديدور. ولهذا ندعو لهم، لجيشنا الباسل، لشرطتنا الأبطال، لأبناء العشائر المنتفضة، أن الله سبحانه وتعالى يكتب على أيديهم الحق والنصر، ويبيدون أعداء الله تحت كل حجر ومذر، وتوصد هالحدود وما يبقى إلا الشرفاء، وحتى نقدر نبني، حتى نلحق نبني. وإلا تعال تعتقل لك واحد إرهابي يقول لك يابا عنده حصانة، بوي الحصانة انتهت، مو هذا قاوم رجال الأمن، أنا جاي سولف لك دستور، تسولف بخرابيط، انتصرت مثله للسقيفة من قاله ويهجور، تريد أرنب هذا أرنب، تريد غزال هذا أرنب. يعني شو لما أجوا للنبي صلى الله عليه وآله وقالوا اطوني دوات وكتف، بس هم ترى شرارة ذولا من ذولاك، يعني القوم أبناء القوم، طوني دوات وكتف، أكتب لكم كتابا ما أن تمسكتم به لن تظلوا بعدي أبدا. صاح الثاني إن الرجل لا يهجر، يعني خربط، مو اللي المسخن احنا شو نسميه نقول عنه يهذي، هذا همده يقول يهجر يعني يهذي، ما مع العلم القرآن الكريم هذا ضرب، حتى القرآن الكريم عرض جدار، ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. يا با الله يقول هذا ما يسولف بكيفه، يا فلان شلون انت تقول يهجر وكذا، يا با شلون تعتقلون فلان، يا با فلان مو إرهابي، مو مصدر إرهاب للبلد، مو يحث على الفتنة الطائفية، مو يدعو للذبيح، مو يدعو للقتيل. ووقف واحد من أئمتهم من اللي قلدون ساجد عبيد نفسه الطرقة عماكو، صعد على منصات وصاح اللهم، مو هذا يمكن الدعاء ما تهم سجلته بلكي يفيدنا بصلاة الليل أنا وياكم، مو قال أدعو لإطلاق صراح الدكتور العلواني، وبعدين بين قوسين إيش سوى؟ سوى الحجة، قال عجل الله فرجه. ما أدري الستة تقول لي ليش أنت تدعو له، مو أنت الإمام ما تك ساجد عبيد، دعاه مستجاب بلكي، طيها اسم العلواني بلكي تدعو له ويطلع وتعجل فرجه.
حجي خرابيط يعني، مو الأمة عاشت بهالإرهاصات منين يعني؟ هو ترى من هالنيمونة قال بوي اعطوني ورقة وقلم راح أكتب لكم كتاب لمصلحة الأمة. ترى النبي لما كان يوصي بالعترة مو لمصلحة العترة، لا لمصلحة الأمة. العترة الله مكللها بتيجان الملك، العترة الله صاينها، العترة الله حافظها، العترة الله باصم عليها بصمات نور، واللي الله وياه يعني كل شيء عنده دنيا وآخرة. العترة الله وياهم بس على مود الأمة لحفظها من الضياع. قال يهجر، وبعد أول ما غمضت عين النبي تعالوا شوف اللي صار. ولهذا افترقنا 72 فرقة وكلها في الضلال إلا واحدة، يا علي أنت وشيعتك الفائزون. النبي يقول أنت وشيعتك الفائزون. اجى فلان قال مهم ما أدري فلان وفلان وفلان، والله يذكر شيخ الإبراهيم يقول ما أدري خاف إحنا حتى بالبرزخ نظل نقول فلان، لأن إحنا بالدنيا نتراجف ونصيح فلان فلان، ما نقدر نسمي ما نتجرأ نسمي، يمكن حتى بالبرزخ من نوقفهم يقولوا نقول فلان. على العموم إخواني أعود الموضوعي، فرسول الله يدعو إلى الإنسانية، كل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يدعون إلى الإنسانية، إلى لغة الحب، إلى لغة التفاؤل، إلى لغة الاحترام، إلى لغة الحنان. أبواب رحمة الله وما أرسلناك إلا رحمة. تدري هاي الرحمة إن رسول الله صلى الله عليه وآله أغدقها على البر والفاجر، أغدقها على الطير، على الجين، على الإنس، على الوحش. خير ما يروى عن النبي يوم من الأيام كان أكون تعرف النبي ورصيد اجتماعي ورصيد دنيا وأخروي، والناس تهفوا إليه من كل حدب وصوب، والدعوة غضة طرية. رجع من عناء المسؤولية شوية بساحة البيت، خلينا نقول باحة الدار، كان يلبس جبة. الجبة لها كم، الكم يعني إخواني يعني الردن. هذاك اليوم كان الفصال، خلينا نقول احنا بالدرجة العراقية، لما يفصلون الجبة ما يخلوها بهالرفع هذا، يخلوها شوية أعرض عريضة، تصير الكم أو الردن يصير عريض. رسول الله اجى تعبان صلى الله عليه وآله، بعد فترة قصيرة كون يدارك الوقت، كون يروح يصلي صلاة جماعة، كون يشوف هموم الأمة، قال خلي ياخذ غفوة شوية يستراح يهدأ. قيلولة، وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن. الآن رسول الله كان ينام يخلي إيده اليمنى تحت الجانب الأيمن من رأسه قبل 1400 سنة. الآن العلم الحديث شباب يقول أنه المخ على قد ما يشتغل الدماغ يمتلئ بشحنات كهربائية. ما أعظمك يا محمد، ما أرقاك يا رسول الله، الدماغ يمتلئ بشحنات كهربائية. هذه الشحنات الكهربائية كنت تتفرغ، لأن إذا بقت تتلف بعض خلايا المخ، خلايا المخ بالملايين، تتلف بعض خلايا المخ. يقول شلون نقدر نفرغ هذه الشحنات؟ ما الطب الحديث يكتشف أنه هذه الشحنات ما تفرغ إلا عن طريق راحة الكف اليمنى، وش وقت أثناء الاسترخاء أثناء النوم يبدأ الدماغ بإفراز الشحنات الكهربائية إلى الكف اليمنى. شو مدري رسول الله كان عنده مختبر؟ هذه مو عظمة يا وهابية يا سلفية يا نواصب؟ تعالوا اقرأ عن النبي صلى الله عليه وآله، ليش خزيتونا قدام العالم؟ خليتوا اليسوى والما يسوى يكتب رسوم كاريكاتورية ومسيئة عن شخصية النبي الكريم. ما قرأوا هالعطاء، مو قرأوا بس أكاذيبهم، قرأوا بس ضلالهم. على العموم بإجاز بعد، رسول الله وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ونام شوية. جاءت قطة، القطة اجت على كيف، نامت على كم رسول الله. شباب على ردن النبي نامت. هسه انا وانت اذا تقعد تشوف اكو فت قطه نايمه على ردانك، بعد انت شوف شنو راح تتصرف. رسول الله وما ارسلناك الا رحمه، هذا الرحمه اللي تتجلى في شخصيته الكريمه بما تحمل هذه الكلمه من معنى. فتح عيونه شاف القطه نايمه على كمه، جبه مفصلها جديد، على كيف قعد خلع هاي الردن، على كيف لزم هاي الردن، قام يفتق بيه، يمزق بيها يمزق بيها إلى أن فصل الردن عن الجبة، سحب إيده على كيف حتى ما يقعد القطة ويزعجها يقعدها من النوم. هذا دين محمد أيها الإخوة،
هذا عطاء محمد. دين محمد مو ذبح وقتل وبطش وتنكيل، دين محمد دين الرأفة، ولهذا الله سبحانه وتعالى جعلهم أبواب رحمته، أبواب الانقطاع إليه. ولهذا هذا العطاء الرباني، هذا الوجه النير، هذا النمط المفعم بالرحمة، أهل الحق ما يروق لأهل الباطل أن يخلوهم على وجه الحياة. لذلك أمر المتوكل هذا اللعين عبد الله أن يطيل أظافره، عفوا المأمون العباسي، عفوا أمر عبد الله أن يطيل أظافره وأن يضعها بماء التمر الهندي، ماء تمر هندي مخلوط بسم رومي باختصار. اجيت يقول أنا بعد أمرني أطول أظافري بدون أن أحد يدري بي، نقعتهم بهذا التمر الهندي اللي مملوء بالسم الرومي وقال لي هلم معي. قلت له احنا لوين رايحين؟ قال هلم معي، اكد علي بعد اكثر. قلت له لوين رايحين؟ قال ذاهبون لعيادتي ابي الحسن الرضا. يقول رحنا شفنا الامام مريض، سال المامون كيف حالك كيف ايش الى اخره. فالتفت الي المامون وقال يا عبد الله اقتلع لنا رمان واعتصر لنا حب الرمان بيديك. يقول انا عرفت المامون شنو نيته بس ما اقدر احكي. انا طلعت الرمان عصرت الموجود، المادة الموجودة بأظافري تغلغلت مع عصير الرمان، صب قدح من الرمان أعطاه إلى الإمام الرضا. يقول مجرد أن شرب الإمام نظرت إلى وجهه قد اضطرب، نظرت إلى لونه قد تغير، نظرت إلى قدماه قد احمرتا. المأمون ها عندك العافية طلع. الإمام الرضا أحس بأحشائه تتقطع، علم بأنها المنية. شنو سوى بأبي وأمي؟ كتب خبرا إلى أخته فاطمة المعروفة بالمعصومة، السيدة معصومة سلام الله عليها، أيضا باب حوائج، سأل الله أن يرزقنا وإياكم زيارته. كتب إلى السيدة معصومة أن تأتي إليه. وصل الخبر أخوك في أرض طوس ويدعوك أن تجين. ركبت من وقتها وساعتها، جاءت تجد السير، دخلت إلى المدينة في يوم أو في ساعات استشهاد الإمام الرضا. الإمام احتضر 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 ثم مات. دخلت السيدة الجليلة من بعيد، شافت سواده، الشعب كل ضاج هوسة. التفتت إلى أحد غلمانها قالت إن قلبي أوجعني، أخبرني ما الخبر؟ ما لي أرى المصر قد ماج بأهله. راح الغلام، لما وصل قال ما الخبر؟ قيل له لقد فارقنا أبو الحسن الرضا. قال ويحكم اكتموا الأمر، إن هذه أخته قد أقبلت. لما قالوا ماي أخت إجت، الناس مو مصدقين، راحوا لابسين السواد وإماما ومسموما يلطمون ويحثون التراب على رؤوسهم حتى دنوا من أخته. ما أن وصلها خبر أخيها حتى لطمت وندبت وسقطت مغمى عليها. أقبلنا بعض النسوة إليها، حركناها لم تتحرك، كلمناها فلم تتكلم، وإذا بها ميتة لذكر أخيها الإمام الرضا ويوم وفاته. أقول سيدي يا أبو الحسن الرضا، مولاتي يا فاطمة المعصومة، أنت أصلا على الذكر أنت فارقت الحياة. أقول إش حال إش حال أمك زينب يوم عاشوراء؟ مو زين ما ماتت وهي على ظهر الناقة؟ ها إش حال أمك زينب؟ مو زين ما ماتت وتشوف الإمام زين العابدين مكبل إلى بطن الناقة وهو يرمي بعينيه إلى عماته وأخواته وينادي عمه ارحمي حالي ارحمي ضعف بدني، إذا مررت بإخوتك لا ترمي بنفسك من على ظهر الناقة، إذا رميت بنفسك من الذي يركبك؟ وأنا علي المقيد وويلا. شلون مرت زينب؟ زينب مرت مرت على جسد الحسين، نادت أخي هذا متني قد اسود من الضر، وهذه نياق السبا تجادبنا بالمسير، ولو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عنك
لاستهونت المقايام حتى وإن أكلت الوحوش لحمي. صاحت يا وادي كربلاء عنك مشينا بليا غسل وكفايا خلينا ولينا غصبا عليا سافريت يا مهجة حشا يا حسين يا المضاق من قبل الذبيح ما خويا فارقيت جسمك عالثرى والراس ويا إيه فاق الرمح مشهور يبرى للضعينة شي تقول له تقول له لو خيروني يا حبيب بقيت وياك وقعد على جسمك يا نور العين وين لا شن لا ظليت من يبرى ليتا بينه يتنعى وإذا بصوت من الرواحل يا حاد الضعن قل لي وين تردون على جثة أبي ما تمرون هاي البنت هاي ما تدري وين رواحل وطالعة وأطفال يبكون تصور ونسوان لابسات أسود وهاي تلطم وهاي تصيح وأبتاه وهذا اللي يقول وايتما أطفال وصبية وصغار وحريم نادت يا حايد الضعن قل لي وين تردون على جثة أبي ما تمرون الحادي قال هاي منو قالوا لها هاي سكينة بنت الحسين قال ما عندنا مجال احنا عندنا سفر بيني بين نفسي اقول التاريخ هم يقول الحادي بس وحدة اذا تأمرني انا اوقف مش ما اوقف بين الرواحل تمشي واذا بالنداء يا حاد الضعن عباس مر بيوي هي هاي النياحة انا ما عايل قلب امشي واخليه اخويا الشفيه وعتبي عليه خويا قل له يا الضعن يا ولي باري الله قال هاي منو قل له هاي عميدة الركب زينب تنزلين سيدة نزلت دقائق ودعت عن بعد ودعت الحسين اختصر هالأبيات وأسألك الدعاء وودعت العباس عن بعد بين هالمشرعة لاحت على ظهر الناقة تحركت الرواحل زينب عين على الحسين أخرى على العباس نايدت ودعتك الله يا عيوني الله يرحم عبد الزهر الكعبي الله يرحم كل خدام الحسين ها ايه 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 هيني ايه حبيبي ايه عيني ايه هني أنا لكم هذه العبرات ايه عيني اخويا ودعت الله يا عيوني يردون عليكم ياخذوني ويا زجر وخول اللي باروني يا ايه يا ايه انا ندم عيبت اخوتي وما جاوباني ايش قلت يا زينب اي اهل الحمية ما يا ما تجوني ما تجون من يد العاد تخلصوني اي من يد العاد تخايا الله يصايا